هي حويصلة مجوفة تقع في الجانب الأيمن أسفل الكبد، وظيفتها تخزين العصارة الصفراء التي يفرزها الكبد وتركيزها قبل إفرازها إلى الأمعاء الدقيقة. تمر هذه العصارة الصفراء من الكبد عبر القناتين الكبديتين اليمنى واليسرى، ثم تتحدان لتكونا معا القناة الصفراوية الكبدية العامة. تتحد القناة الصفراوية الكبدية العامة مع القناة الصفراوية المرارية التي تصدر عن عنق المرارة، مكونتين القناة الصفراوية العامة، ومن خلالها تخرج العصارة الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة، وتكون وظيفة المرارة تخزين العصارة الصفراء وإفرازها عندما يدخل القناة الهضمية الطعام الدهني، حيث تساعد العصارة الصفراء على هضم المادة الدهنية، وأيضا تساعد على التخلص من البيليروبين الناتج عن تكسر خلايا الدم الحمراء. تصاب المرارة بأمراض عديدة يمكن أن تؤثر على وظيفتها، ومنها حصى المرارة. ومن الممكن أن تتكون حصوات في المرارة من المواد التي تكون في العصارة الصفراء، مثل الكوليسترول والأملاح والكالسيوم، والتي تؤدي بدورها إلى سد مجرى العصارة الصفراء. التهاب المرارة، ويمكن أن يكون حاداً أو مزمناً نتيجة الحصوات أو ورم يسد مجرى العصارة الصفراء، مما يؤدي إلى ركودها وتكاثر البكتيريا فيها، وبالتالي التهاب المرارة. غرغرينا في المرارة. إن أي عضو في الجسم لا يعمل يضمحل تلقائياً، وهذا يحدث أيضاً في حال توقف المرارة عن العمل بسبب نقص التروية الدموية لها نتيجة التهاب أو مرض السكري أو أي مرض يعيق مجرى الدم. تكلس جدار المرارة هي حالة نادرة من أمراض المرارة، ومعظم الحالات المرضية تكون بسبب تحصي المرارة. ليس هنالك نظام غذائي معين يجب على الفرد الالتزام فيه للحد من أمراض المرارة، لكن تناول وجبات قليلة المحتوى الدهني يمكنها أن تساعد في التقليل من الإصابة بهذا المرض. ويجب دائما استشارة الطبيب ومراجعته في حال حدوث أي عارض من أعراض آلام المرارة. وإن أبرز الأعراض التي تصيب مريض المرارة هي ألم شديد في الجهة اليمنى العلوية من البطن أو منتصف البطن، ويمكن أن يصاب المريض بألم في الظهر أو الكتف الأيمن. ومن بعض العادات التي تؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بالمرارة كالسمنة المفرطة والعادات الغذائية السيئة، كتناول القليل من الألياف والكثير من الأطعمة الدهنية والنقصان السريع والمفاجئ في الوزن. تناول الأدوية التي تحتوي على الإستروجين كالأدوية الهرمونية يسبب مرض المرارة أيضا. إن للصوم فائدة عظيمة، وخاصة بالنسبة للجهاز الهضمي، ذلك الجهاز الحساس الذي يعمل بدأب ونشاط ويفرز الكثير من الأنزيمات ويخلط الطعام ويهضمه لساعات طويلة مرات عديدة كل يوم، وفي ذلك الكثير من الإرهاق والاضطراب لهذه القناة الهضمية، فضلا عن أن هذا الجهاز يتأثر كثيرا بالحالة النفسية للإنسان. ولا شك أن الصوم بما يعطي الإنسان من مشاعر الإيمان والصفاء والرضا
يخفف من توتر الإنسان وجشعه ونهمه، فينعكس ذلك كله على أجهزة جسمه بالراحة والصحة. وكما أن الصوم يستخدم طبيبا في حالات كثيرة، فهو يكون وقائيا في حالات أكثر. إن المريض الذي يظن أن في مرضه الهلاك أو الضرر البالغ أو غلبة الظن بحصوله بحسب ما يقدره الأطباء الثقات المختصون عليه أن يفطر، وعلى الأطباء أن يبينوا لمرضاهم مدى تأثير الصيام على صحتهم وما يؤول إليه من مضاعفات قد تشكل خطورة على حياتهم أو تفاقم أمراضهم مما يحرم عليهم الصيام. والمريض في هذا الحال يأثم بالصيام لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. عظيم. إن بعض مرضى المرارة الذين يعانون من التهاب حاد يجب ألا يصوموا، حيث أنهم قد يعانون من ارتفاع درجات الحرارة وآلام وتقلصات. وقد يعاني مريض المرارة من الغثيان والرغبة في القيء، ويحتاج هذا المريض إلى علاجات على فترات متقاربة أثناء النهار. وفي حال أراد المريض الصيام بعد استشارة الطبيب طبعا، فعليه الامتناع تماما عن أكل الدهون كالزيوت والشحم وجميع مشتقات الحليب، ويفضل استخدام الحليب الخالي من الدسم في حال الضرورة، والامتناع عن الأغذية المقلية وعدم أكل الفطائر وصفار البيض والكبد والشوكولاتة، نزع الشحوم عن اللحم والتقليل منه وتعويضه بالدجاج أو السمك دون الجلد، مع الإكثار من الفواكه والخضروات المسلوقة والطازجة، والامتناع عن التدخين. تناول مشروب عصير البقدونس يفيد في تذويب حصى المرارة، والتركيز على المواد النشوية الخالية من الزيوت في الوجبات الغذائية.